معانا القرنبيط. انا عاملاه كفته القرنبيط. احنا طبعا بنحب القرنبيط بتاعنا المكعور ده اللي امهاتنا بتعمله ده كده. انا قررت ايه ان انا اهرسه واعمله زي الكفته. المقادير معانا على الشاشه. وانا حلوه كده قمر. معانا بقى ايه؟ قرنبيط مسلوق، بيض، دقيق، بقسماط، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، شطه، ثوم مهروس، بقدونس وزيت للقلي. معانا كده اوكي اوكي اوكي. يلا بينا يلا بينا هنعمل ايه يا مهوتة القطة كونوت. هنجيب البولة بتاعتنا ماشي. هنعمل الميكس بتاعنا الاول اللي هو عبارة عن ايه. يلا هنلبس الاول المريلة. شوشو مش معايا، شوشو مش مندمجة معايا ومشغولة بحاجات تانية. ماشي يا ست شوشو نلبس المريلة بتاعتنا. كنا هلخبط دلوقتي، هلخبط دلوقتي الفستان كان هيبوظ. ونلبس ايه المريله بتاعتنا كده الحلوه، ونعمل الوصفه الجميله اللي كلنا ان شاء الله هنعملها ونتحزم كده. في ناس سامعينك على فكره، عيب كده عيب كده. يلا بينا هنحط البيض اول حاجه. عندنا هنا بيض تمام تمام ماشي. قلب 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 يا معلم، قلب 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 قلب. هنحط ايه هنحط ايه هنحط ايه يا مهوتة؟ هنحط الحمد لله الحمد لله في معلقه الحمد لله الحمد لله. هنحط بقسماط معلقتين كده، معلقتين الاول كده لحد نشوف احنا هنحتاج قد ايه، ودقيق برضو معلقتين كده. تمام تمام تمام. قلب يا معلم، قلب 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 قلب. هنقلب كده اهو 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 اهو. هنحط شويه بقدونس معايا يا جماعه. تمام تمام. هنحط حبه بقدونس كمان بقرش. اوكي 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 اوكي. هنحط ايه تاني؟ هنحط ايه مهوتة؟ نسينا طبعا نسينا. نحط البهارات، نحط البهارات عندي. التوابل. هنحط ايه التوابل؟ المعالق النهارده كتير ما شاء الله. عندنا الكزبره، الكزبره الناشفه، وعندنا الكمون، وعندنا الفلفل الاسود، الفلفل الاسود بتاعنا الحلو ده اسمر. اوكي الفلفل الاسمر. انت بتلخبطيني ليه؟ ونحط ملح، ملح ماشي حبه حلوين كده، وحبه بقرش، وهنحط الثوم. تمام كده يا جماعه تمام كده يا مهوتة. ونقلب تاني كل ده مع بعضه ماشي ماشي ماشي. ونلبس الجلافز بتاعنا. ايوه. وحطينا الزيت. اطلع يا عم اطلع يا عم. وحطينا الزيت بتاعنا على النار يسخن عشان نعمل الكفته بسرعه. الكفته دي برضو حلوه جدا، الاطفال برضو اللي ما بيحبوش القرنبيط نعمل لهم الكفته الجميله دي هيحبوها. انتوا ايه اهرسوها قوي اهرسوها قوي، وفي وسط الخلخبطيطه الحلوه دي ايه هتتاكل. زي ما احنا واحنا صغيرين كنا ماما تعمل لنا برضو القرنبيط بناكل الجزء الخارجي ونسيب القرنبيط. ليه بقى؟ لانه ما كانش بيستوي قوي، ما اعرفش ليه كانوا بيستعجلوا، كان بيستعجلوا ما اعرفش. تلاقي بقى ايه كلنا ناكل الحته اللي بره دي ونسيب القرنبيط. ناكل الراس ونسيب الديل ماشي. فايه فانا قلت بقى ايه اعمله كده. انا لما بيتبقى شويه بقى حاجات مسلوقه ومهريه خالص اروح نعملها بقى في الاول كده وبتبقى كفته. فايه بقى ايه ادي اهو عملنا الخلطه. عندنا القرنبيط. طبعا القرنبيط ده لقيته بصعوبه في السوق، فده قرنبيط متلج تمام. و هنعمله كده، نعمله بقى كده، نهرسه جامد بايدينا كده، ولا ايه؟ نهرسه بالسكينه. معايا سكينه هنا. ما ايه رايك نهرسه بالسكينه عشان ايه؟ عايزاه صغير. طبعا عايزه اقول لكم ان القرنبيط كلنا بنحبه، وطبعا خصوصا اختي ميمو بتحبه جدا جدا جدا. فانا النهارده عاملاه مخصوصا مش ليها. Ha 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 ha
اهو هنحطه بقى نهرسه كده قوي كده. الزيت بتاعنا ماشي اوكي، هنهرسه كده بالسكينه. هو الديل ده، بص هما الديل ده اللي ما كنا بنسيبه ده، بصوا الديل ده اللي كنا ايه بنسيبه. لا 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 انا بحب بقى ايه الحته اللي كلها بيض دي كده، بتبقى حلوه قوي. طبعا دي بقى هيحبوها بجد الاطفال، نحببهم في القرنبيط. انا من النوع ما بحبش القرنبيط كده عادي يعني، ما بحبش القرنبيط، ما بحبش البروكلي، ما بحبش الحاجات دي، مش عارفه ليه، بس لما نعملها بالشكل ده ايه هنحبها. تمام تمام. القرنبيط ده بيتعمل منه وصفات تحفه برده، نقدر نحبها، نقدر نعملها. ثواني بشعري الجميل الرائع اللي جاي كده اللي جاي كده، معلش. المهم القرنبيط ده بنعمل منه وصفات تحفه تحفه تحفه. ممكن نعمله بقى ايه صينيه بقى كده باللحمه المفرومه. يا سيدي يا سيدي، قولي يا شوشو بتقولي ايه؟ قولي يا شوشو، قولي يا شوشو. قولي يا شوشو بتقولي ايه؟ بديهم معلومات مهمه يا شوشو في القرنبيط، انت في ايه؟ ما اقدرش يا شوشو استغنى عنك. ماشي، فبقول لكم بقى القرنبيط ده هنعمل ايه مثلا؟ يتعمل مثلا معاه لحمه مفرومه، يتعمل ويتدخل الفرن بشاميل. يا سيدي يا سيدي بيبقى رائع. نقلب بس الموضوع ده كده ونشوف ايه الدنيا معانا. اوه اوه يا سيدي يا مهوتة القطة كون نطة. الوقت معانا تمام تمام، يلا نروح بقى ايه نقلي الموضوع ده كله. ممكن ازود حبة بقرش دول كمان كده، دي خلصناها كده، ازود بس حبة بقرش. اه الخلطة بتبقى احلى طبعا يا شوشو. اهو جبت سيرتك اهو، ها مصاتي. اهو بس نحط بقى ده كله وننقل على ناحيه القلي. انا بقول لكم اهو عشان انا هنقل هناك، تقولي لي بتتحقق هناك. يلا بينا. يلا اهو يلا بينا اهو نقلب كله ده مع بعضه، اشوف بس الطعم عامل ازاي. حلو حلو قوي قوي قوي، خصوصا الشعر بتاع الشعر نخل في مقي وانا باكل. فايه نقل على الجلافز كده، خلصنا دوره اعتقد، خلصنا دوره تمام كده، نشيل الشعر من على وشنا. تمام اوكي اوكي يا ميهو، هنعمل بقى بالمعلقه كده بالكفته. الاكل البلدي ده بيتاكل بقى ايه شويه رغيف بقى عيش، المهم ايه نجيب بقى كده رغيف عيش بقى ايه، وجنبه بتشنجان بتشنجان وبطاطس. بتنجان بقى وبطاطس وفلفل حامي. النهارده هنعمل جنبيه مسقعه قرديحي، نحط بقى كده. اوه مون ديو اوه مون ديو، سخن اهو يا شوشو بقى، ما تكسبناش قدام الناس. سخن اهو، سخن الزيت سخن، انتوا بقى سخنوا في بيتكم كل شويه. ايه بقى يا شوشو كل شويه ما اعملش ما اسويش، ايه يسخنوا في بيتهم. خلاص نعمل بقى كده كده، ايوه ونحط ماشي. اوه امسك يا معلم، امسك يا معلم. نعمل الباقي كده، انتوا بقى في ناس برضو القرنبيط ده برضو 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 بيتعمل من بيت لبيت، وبيتعمل من محافظة لمحافظة، ومن بلد لبلد. فايه فالقرنبيط ده بيتعمل في... امسكوا بعض بقى، امسكوا بعض، عايزاكم امسكوا بعض. ايوه ممكن نزود شويه دقيق مثلا عشان يمسك سيكه سيكه، يمسك سيكه كده، وايه وحبه بقسماط برضو يمسك سيكه كده، يمسك سيكه عشان ايه ما يفضحناش قدام المشاهدين. قولوا مهما بتعرفش تطبخ ولا ايه يا شوشو؟ المشاهدين مننا وعلينا وعارفين ما هوتا القطه كونوتا بتعرف تطبخ، بتعرف تطبخ. بس عايزه بس ايه كده، يلا بينا نزل. ايوه يا ما هوتا، اوبا يا ابا، يلا تعالى كده انت على جنب يا عم انت. تمام حط ده كده، الوقت تمام تمام. انا رديت على نفسي اوكي، ناخد كده النكس ده كده. يلا بقى ايه استوي وظبطي
هنا بقى التقدي، عايزة أقدم الطبق ده يبقى جنبي هنا قريب مني عشان اللي هقدم فيه يا طب حلو. نلعب بقى، احنا نلعب بقى ما دام لسه قدامي حبه، نلعب بقى شويه. نلعب ايه بقى؟ افلام. نلعب بقى ايه؟ نشوف ايه؟ لا نلعب نشوف القرنبيط، نشوف شوف الدنيا هنا هنا. اوكي نقول بنعمل ايه تاني مع القرنبيط؟ بنعمل ايه تاني يا مها؟ الريحه طلعت بدات تطلع اهي. بنعمل ايه تاني يا مها بالقرنبيط؟ بنعمل مثلا الحاجات الدايت، بنعمل اكلات الدايت. اه صح يا شوشو، بنعمل منه المخلل، ده اساسي القرنبيط المخلل، بس انا بحب الخيار المخلل ما بعملش القرنبيط. هنشيل ده نخلي بقى كده. وايه تاني بنعمل من القرنبيط؟ ايه تاني ايه تاني ايه تاني؟ نشوف بقى ايه النظام، اتحمر ولا لا؟ ما تكسفناش يا عم الحلو، يعني نشوف بس كده. اوكي نشيل بس ايه، نشوف الدنيا بس واحده 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 تتقلب، بس تتقلب قصدي نقلبها. حلوه تقلب. نشوف بس، نشوف واحده بس واحده بس نقلبها، وبعد كده نشوف نطلع فاصل. بس ايه شكلها تحفه قوي، انا مش عايزه بس ازنق عشان ما فيش حاجه ايه يمسكوا بعض. ممكن نحط واحده كمان هنا على جنب، نحط واحده كمان على جنب. فايه عايزاكم تقولوا لي بتاكلوا جنب القرنبيط ايه، ولا بتاكلوه لوحديكوا لوحدين؟ ايوه في شوشو بتاكل جنب القرنبيط بطاطس وفلفل مقلي والبطاطس البيوريه البيوريه. اللي هي البطاطس المسلوقه الحلوه دي المهروسه الجميله الدايبه بالزبده السايحه. بس ده تقيل يا شوشو، بطاطس و طماطم طماطم مخلله. المهم انا عربي ضايع فيه النهارده مش عارفه ايه. المهم بس محتاج يمسك شويه عشان ايه الزيت طبعا النار طبعا جميله جدا، بس محتاجين ايه يمسك الموضوع شويه.